ربنا مش يوفقك مقتصر على يا كابتن. ربنا يوفقك ان شاء الله. بعد كمان تركيا بعد كاس العالم يجي لك احسن واحسن ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يكرمك يا احمد ان شاء الله. اكلم كوكا بقى. متشكر يا كابتن. اتفضل. كم بحضرتك يا كابتن. ماشي. الو كوكا مساء الخير، عامل ايه؟ مساء الخير، ازيك حضرتك يا كابتن؟ اخبارك ايه، عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن. كل الشباب دي بتحلم باحتراف وبقول بره، انت اصلا جاي من بره، الدنيا معاك شكلها ايه؟ كاس العالم بيمثل لك ايه؟ عارف ان انت اكيد جاي بطموحات كتير، جاي بفكر كبير، مضحي بحاجات كتير قوي عشان تيجي تلعب مع منتخب الشباب، مظبوط كده؟ والله يا كابتن، هو كاس العالم ده بيمثل لكل الناس، اي حد نفسه يتمنى انه يلعب في كاس العالم. بتتشاف في السي في حاجه كبيره جدا انك تلعب في كاس العالم، غير كده نوادي كبيره جدا بيتفرجوا على كاس العالم، وكل كل النوادي بيتفرجوا على اللعيبه الصغيره. خلاص هو دلوقتي مستقبل اللعيب الصغير ده، ولا النادي دلوقتي الكبيره بتدور عليه. وانا الحمد لله لعبت كاس عالم وكده مع كابتن داوود السيد، والمره دي بيلعب كاس عالم مع ربنا يكرمنا يا رب ونعمل حاجه في كاس عالم وان شاء الله خلاص ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كوكا، بتمنى لك التوفيق، واتمنى لك ان شاء الله باذن الله ان تكون مرحله انتقال ليك بعد كاس العالم من تركيا من البرتغال لمشوار تاني ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا كابتن باذن الله. دعوات لينا يا كابتن. ربنا يكرمك ان شاء الله، ربنا يوفقك كلكم ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن، مع السلامه. كابتن يا مهيب. مسعد بيوصل لك رساله بيقول لك انا بحبك لله لله. حبيبي والله ربنا يكرمه. انا عايز اقول لك ان انا كاتب قدامي، يعني سبحان الله، انت شكلك يا مهيب هناك بتعمل عمره او في حاجه، لان كاتب قدامي مسعد عوض، وعايز اسالك عمل ايه في موضوع الاهلي. بيكلمني ولا بيكلمه هو؟ بكلمك انت والله. انا بقول لك فيك. لا هو مع تليفون مع مسعد اهو. تليفون مع، طب ادوني. مسعد ازيك، عامل ايه؟ ازيك يا كابتن؟ الحمد لله تمام والله. اخبارك عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام والله يا كابتن. ربنا يكرمك ان شاء الله ويوفقك، وانا سامع ان في خطوبه في السكه. خطوبه؟ لا الخطوبه خلاص حصلت. خلاص يعني. طب كويس. خلاص انا كده على كتب كتاب ان شاء الله. طب ان شاء الله ما تنساش تعزمنا. ها؟ لا اكيد طبعا يا كابتن. ربنا يخليك. مسعد طمني على اخر بقى انتقالاتك او اخر مواضيع الاهلي، يعني سمعت النهارده اخبار ان حصل توقف شويه، هل في حاجه؟ لا والله يا كابتن انا ما اعرفش اي حاجه خالص. انا موجود في المنتخب حتى مهم شان، والله ما اعرفش اي حاجه خالص ولا اعرف اي حاجه في مصر. انا موجود هنا في المنتخب وبتمرن مركز مع المنتخب دلوقتي، فانا ما فيش حد خالص والتليفونات قافله وما اعرفش اي حاجه خالص عن الكلام اللي بيحصل في مصر. انا بسمع والله كابتن وبعرف المواقع. هو انت اصلا يا مسعد كنت ماضي النادي غاني مظبوط؟ انا لا، كان ورق السفر. كنت ماضي كابتن عوض النادي غاني. انا عايز اقول لك ان انت رديت رد محترم جدا عجبني، يعني رغم ان انا ما لقيتش عندك اجابه، بس رديت رد محترم ان انت قافل موبايلك، مش مركز دلوقتي في حاجه، مش متابع القصه. ان شاء الله باذن الله بعد كاس العالم كده نشوفك زي مستواك في كاس الامم، يجي لك 100 عرض ويجي لك انديه بره ويجي لك قد كده ان شاء الله 10 مرات، يعني هو ده الحقيقه اللي كان نفسي ان انت تعمله. ان شاء الله امين يا كابتن، ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله، وامل في ربنا ان شاء الله اصدر بمستوى احسن من كاس الامم ان شاء الله كابتن، ويدي له عروض بره. يعني افضل يعني تيجي له عروض بره ان شاء الله، لان طموحي طبعا ان انا احضر بره ان شاء الله. ربنا يوفقك. انت الخطوبه كانت قبل كاس العالم قبل كاس الامم قبل كاس الامم ولا بعد كاس الامم الخطوبه؟ لا بعد كاس الامم بشهر على طول يا كابتن. يعني الفاتوره المره دي عند العروسه بقى، يعني هي بقى وشها وظروفها. ربنا ان شاء الله يوفقك ويكون وشها خير عليك كده ويكرمك ان شاء الله. امين يا رب ان شاء الله. ربنا يكرمك. كلم مهيب بقى. ماشي يا كابتن. الحقيقه مهيب مش عارف اقول لك ايه، اكننا معاك، اكن الناس راعت سويسرا، اكننا معاك، يعني انا اعرف ان واحد يجمع لعيب اثنين ما شاء الله الفريق كله، ربنا يوفقك والله. لا نختم بس بمحمود الزيجي، انا بحبه جدا. طيب اللعيبه المحترمه مجتهده، من اكثر الناس اللي بيجروا في الملعب، يعني تلاقي مثلا لو كل الفريق بيعمل 8 7 كيلو تلاقي تريزيجي عامل 10 كيلو، صح تريزيجي؟ حاضر. معاك كابتن سيف. السلام عليكم. محمود اخبارك ايه، عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن سيف. كله تمام ربنا يخليك. انت بقى لعيب كبير، انا مش هسالك زيهم كلهم بتحلم بيه عايز ايه، انت لعيب تقيل زيك زي صالح زي الفرق دي كلها، انت عايز تقول للناس ايه؟ يا كابتن ان شاء الله احنا بنوعد الناس ان شاء الله احنا هنلعب كاس العالم ونفرحهم، بس هو عشان بس اللعيبه كانت بعيده عن بعض المصريين اللي فاتت كده، فكانت نتيجه وحشه والنهارده كان ماتش يعني مش تقيل وكده، بس ماتش يفوقنا وان شاء الله ماتش الاسلام ده يفوقنا اكتر باذن الله، وان شاء الله ده فرح مصر كلها باذن الله. تريزيجيه الكيميا راكبه اكتر كانت مع الكابتن حسام بدري ولا الكابتن محمد يوسف؟
الايه؟ الكيمياء كانت راكبه اكتر مع الكابتن حسام بدري ولا كابتن محمد يوسف؟ لا والله هو كان هو طبعا كان الكابتن حسام كان معانا كويس طبعا، وبعدين كابتن محمد يوسف كمل المسيره وان شاء الله يعني الواحد لما يرجع النادي ان شاء الله يبقى كويس كده، وان شاء الله الواحد يحترف يعني باذن الله، وربنا يكرمه بره باذن الله. ربنا يوفقك ان شاء الله ترزقيه كده، وان شاء الله باذن الله تعمل كل نفسك فيه، سواء تالق مع النادي الاهلي سواء ان شاء الله يجي لك عقود احتراف بره. نتمنى ان كله يطلع ان شاء الله بعد كاس عالم، بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في التلقيت. شكرا، ربنا يخليك. كابتن مويب تمرنا بحاجه؟ انت تؤمر بحاجه؟ ربنا يخليك، يعني مش عارف اقول لك. بجولات اخرى ان شاء الله. على تليفونات يا نجم. على تليفونات بعد الحلقه ان شاء الله. شكرا يا حيا مويب، الحقيقه مجهود كبير، بشكرك شكرا جزيلا، ودايما كده ان شاء الله باذن الله من تالق لتالق، يعني لفينا لفه كده في سويسرا على كل اللعيبه. عايز اقول لكم ان دي رساله برضو ان احنا نعرف كل اللعيبه للناس، كل النهارده واحد حاسس ان هو اهله كلها قاعده بتدعي له، ان مصر كلها قاعده بتتفرج عليه، ان هو رايح بيمثل بلاده، فيهم